أنا من كنت يعني صغيرة تقدموا لي ناس، وهذول الناس غربة يعني ما نعرفهم. هي صارت القسمة جيت بالسادس إعدادي، بس أنا شرطت أكمل دراسة. فالولد قال عادي نكملين دراسة، وهو يقصد السادس إنه أمتحن وبعدها نتزوج. فامتحنت عادي، طلعت معدل، زوجنا هنا بغداد، بس أنا اللي قدمت همين السادس، معدل زين، طلع لي بالنجف الكلية. فهنا أنا بقيت محتارة يعني أكمل وما أكمل، بس هو ما عارض الولد، هو أصلا موظف على شهادة الثالث، متوظف بدائرة. هاي حكيت يعني قبل سنوات هواية، لأن أنا طول زواجي فقبل يعني أنا زوجت ورا كم شهر، يعني هم شهر 11 لازم مباشر إحنا الأول، في رحت أقسام داخلية ما عارض هو، أهله زينين يعني ما لهم شغل بينا. فخلصت الدراسة يعني بالسرعة، عندنا نصف السنة أجي هو يجيبني، ونهاية السنة همين خلصت هاي الأربع سنوات. هيجي أنا طول هاي الأربع سنوات ما صار عندي أطفال، قلنا يجوز لأنه أنا أروح أدرس وأجي، يعني بينات أفراق هواية ما يحجون لا أهله ولا أحد يحكي، لأنه حتى هو ما يحكي بالموضوع، لأنه أنا شرط عليه بدراستي أكملها. هو فكر قال حتى تتوظفين ألقاك وظيفة وتشتغلين، وأنا أصلا دراستي أنه أصير مدرسة. فالحمد لله كملت دراستي تخرجت وراها، يعني قدر هو عارفه وشي قدرت أداوم بمدرسة. بعدها بدت المعاناة على مود الأطفال، قالت لي أمه أنت هاي أربع سنوات إلك ما قدرتي وكنتي مشغولة بالدراسة، لازم تراجعين. والله راجعت من البداية تصير يعني هاي الأشياء علاجات وهاي، واستمريت عليهن، بقيت تقريبا 9 شهور. وراها ورا 9 شهور قال الدكتورة لازم يجي زوجك همات يعني يسوي له تحليل ونشوف شنو المشكلة. بس للأسف ما اجى هو، ما قبل يعني، تعارك وياه، قالوا يعني انا ما اروح، وحس انه تقلل من نفسه هذا الموضوع. والدكتورة قالت لي اني بعد ما استقبلش اني الا يجي زوجك وياك، لان ست لحد الان انا مشيت وياك بدورة العلاج، وصلنا انه انت ماكو سبب، بعد انت مهيئة، ماكو سبب، لازم زوجك نعرف جزء، عنده مشكلة بسيطة. أنا قلت له فهمت، حكيت وياه ما فاد، قلت له حتى لو تعال للدكتورة هي تفهمك، ما جاوب وياه، قال هاي ما تفتهم، ودانا على دكتورة ثانية. وصراحة بقت هي تستمر فترة العلاج كل شهر، يعني شهر يجر شهر، وطول هاي السنوات أنا مستمرة بالدوام مدرستي، تعرفين المدارس والتعب مالتها. بس كل هذا قول ما يخالف، أمي مشجعتني أخواتي إن شاء الله أكو أمل. هذا الموضوع صار عليه سنوات، يعني أنا كل ما نوصل الدكتورة أو الدكتور اللي ياخذني إلى هو يوصل إنه هو لازم يسوي تحليل ما يقبل. مليت بعدين أني هو لا أقدر أقول له يجوز السبب بيك ولا بي السبب، لأنه أنا كل الأطباء قالوا انه انت ما بيك سبب، فبقى هو طبعا هو رافض هذه الفكره، يقول انا ما بي شيء، وامه مأيدته، اهله مأيدينه، يقولون لا انت بيك المشكله. يعني دائما شوف، كل انا مراقب هاي القضيه، يعني قبل الزواج لازم يتحتم بالعقد فحص طبي، يعني لا المراه هنا نفسها مقتنعه بالفحص ولا الرجل مقتنع بالفحص، وينظرون على انها قضيه روتينيه. الحقيقه هي مو قضيه روتينيه، يعني بعض المرات امراض وراثيه بالرجل او بالمراه تنتقل الى جيل اخر للضحايا هم الاطفال. فشوف كثير من يعني انا شايف كثير من المعاقين كذا هم نتيجه الزواج، يعني الدم يختلف، يعني في هاي القضايا الدم تختلف، الفصيله مال الدم تختلف عنها، هذا بها كذا وهاي بها كذا، او بها امراض وراثيه او بها امراض وراثيه. ما عندنا وعي اجتماعي، يعني لا الشاب يمتلك الوعي الاجتماعي الكافي، ولا الفتاة اللي تتزوج عندها وعي اجتماعي كافي. هذا مو جاي من عندهم شخصيتهم، جاي من المحيط الاجتماعي. يعني المحيط الاجتماعي ما يشجع، اول شيء ما يشجع هذا، ما يعطي اهميه، يعني ما يعطي. ثانيا الطبيب نفسه
الطبيب نفسه يروحون عليه ياخذ شغله روتينيه، واغلبهم مو كل الاطباء طبعا يسويها بشكل ماشي ويمشي، او بعضهم يعني حتى ما يدخلون للطبيب، ربما يسوون يعني فحوصات عن طريق اقربائهم او عن طريق اصدقائهم او عن طريق الواسطه فتجيب له الاسم. هذه طبعا مشكله كلش كبيره. والله اولا شوفي يعني انا برايي اكو مسؤوليتين، مسؤوليه اهل الزوجه واهل الزوج. يعني خلينا نفترض انه الشابين ما عندهم الوعي الكافي وما عندهم تجربه بالحياه. زين الاب والام عندهم تجارب بالحياه، تلزم بنته هذا يلزم ابنه ويقول له لازم تفحص لان الاجيال اللي تجي يعني انت راح ترتكب يعني جنايه، ترتكب يعني خطيئه بحق الناس اللي راح يجون الاطفال. فلازم هذا وعي الاسره، الوعي محدود. كذلك وعي الزوجين، يعني المشكله ما عندهم ذاك الوعي الكافي بماهيه الفحص الطبي. ولهذا يعني اغلب الفحوصات اللي جايه تجري بالمستشفى هي روتينيه غير حقيقيه. والله شوف يا استاذ، هي شوف يعني خلينا نتكلم بالسياق العام، السياق الاجتماعي، احنا ما نقدر نخرج من السياق، السياق الاجتماعي يقول ايش لازم الزواج معناه انجاب. مو هذا من يقولها؟ الاهل واهلها. فاول ما تتزوج الفتاه او يتزوج الولد بعد 7 أشهر 10 أشهر يقول عندك شيء صار شيء، فالضغط اجتماعي. لكن من ناحيه اخرى يعني ما نقدر نقول لك ضروري جدا. يعني الانجاب هو هبه من رب العالمين، يعني القضيه ما تخص يعني مو كيفك. اذا انت قطعت الدسل او انت مثلا اخذت منع يعني حمل او هل تدخل بشري يعني مو باراده الاثنين، ممكن هذه يعني تصير مشكله. بس هو الانجاب يعتبر يعني ثقافه في المجتمع. شوف احنا نختلف عن المجتمعات الغربيه. المجتمعات الغربيه يعني ها يعني يقيمون علاقاتهم بيناتهم، بس الانجاب عندهم شيء مقدس بالنسبه له. اذا صار انجاب صار عائله كامله، ولهذا يقطعون شوط طويل بالعلاقات حتى يلقى الانسان الملائمه له او الملائم لها. الثوره بقيت 10 سنوات ما عندي اطفال على هذا الموضوع، انتهي بمدرستي بالبيت بالشغل، بس هذا الموضوع اذا نحكي به احنا نتعارك ويطلعون بي انا السبب، وانا متحمله لانه وين اروح؟ انا يعني اتطلق وارجع لاهلي بعد ما اقدر، يعني حتى لو انا موظفه وهيك شيء. ففجاه فاجئوني بموضوع انه يريدون يتزوج هو، يعني قلت لهم جوز هو السبب بي، ومن نحكي هيك يتعاركون وياي. قلت جوز صدق يعني خليه يتزوج، ما قلت شيء، بس انا زعلت الصراحه، زعلت ورحت لاهلي ما تقبلت الموضوع. صاحب دخلي اقول يلا يجوز هو، يجوز انا السبب بي وخاف اني حارمته خليه يكمل حياته. مو هذا اذا نجيها على يعني التقدير الاجتماعي للذكر والانثى. دائما شوفي حتى بالانجاب اول ما يبحثون عن الذكر، فمع التنشئة الاجتماعية، دائما الولد يكون له حظوة أكثر من الفتاة، ولهذا هو يحمل منظومة قيم الأسرة، قيم الاجتماع، قيم الرجولة يسميها. بعدين من يتزوج ويصير مشكلة هاي المشكلة، من يقول روح أفحص أو روح يعني شوف طب نفسك، يعتبرها يعني ما انقصها بالنسبة لقيمه والعادات والتقاليد، فيقول لا ما بي شيء. وين يلم وين يذب او يلقي اللوم؟ يلقي على الزوجه. يعني لان هو اساسا المجتمع، هي اساس المجتمع هو همشها وضعها في هاي الخانه، وهو معذور، هي مو معذوره. ولهذا التركيز وين يكون؟ التركيز على المراه في هاي القضيه. طبعا هذه يعني ما نقدر نقول ظاهره عامه، يعني اكو ناس لا واعين، اكو ناس واعين، يعني اعرف ناس واعين بهاي القضيه، الزوج والزوجه اثنين يروحوا يفحصون. اثنين يفحص على شوف المشكلة وين. بس هي تتعلق بالوعي الاجتماعي، تتعلق بمنظومة الثقافة القيم. فدائما شوف الأسرة العراقية، الأسرة التقليدية دائما تحصن الذكر وتقول له يعني إذا شاف روحته إلى الطبيب يعتبره في الشيء أنه يعني مساس برجولته، مساس بذكوريته. يعني مو قليلة أنه يقول لك هذا ما ينجب، بمعنى أكو صفات أخرى المجتمع ما يرحمه، فما يكشف حقيقته. هو ربما يدري، ربما راى الطبيب هو سرا وشاف القضيه بس ما يقدر يعلنها.
وما يقدر يتناقش أمام زوجته بالتحديد، لأن شخصيته أمام زوجته تهتز حسب كثير من يقول تهتز أمام زوجته، أنه الرجولة مالته أصبحت يعني مهددة أو كذا، وأمام أسرته وأمام أسرته وأمام المجتمع وأصدقائه. فدائما تمنع الرجل هاي الأشياء من الذهاب وين إلى الفحص الطبي. يلقي واللوم على المرأة باعتبارها يعني لازم تفحص، لازم. المرأة اسمها ما ظاهر، اسمها فلانة ما ظاهر للمجتمع، هو اسمه ظاهر للمجتمع. يقولون فلان من العائلة فلانية كذا ما ينجب، فيعتبرها شيء نقص يعني بشخصيته بذكوريته. لهذا يعني ما يعني القضية يعني ما نقدر نقول فردية، القضية تمشي ضمن سياق اجتماعي ثقافي. يعني احنا محكومين بمنظومة قيم وعادات وتقاليد، هاي هي سيرنا، هي موجهة للسلوك، احنا انماطنا السلوكية محكومة بها المنظومة. يعني ولهذا يعني انا اقول مو ذنب هذا الشخص ولا ذنب المرأة، ذنب المنظومة اللي جات تولي بالناس بهاي القوالب. فرحت الاهلي زعلانة، يعني لا شهر ولا شهرين هو لا يسأل ولا يجيني، هم يعني عادي يقولون انه على اساس انه هاي الجديدة راح تصير حامل، وانتي مر الموضوع 6 أشهر وال يعني مرة الثانية ما صارت حامل. فاني ام قالت لي كيف ترجعين لو تجين، هي حتى لو هاي 6 أشهر ما صارعتها جزء ورا السنة صارعتها عادي، انت تقبلي الموضوع عيشي حياتك عادي، حتى لو هي بنفس البيت، انت موظفة انت تختلفين، انت عقلك كبير. اني صدق يعني افكر وفكرت انه خاف اذيها او احرمها. هذا هروب، هذا الزواج الثاني هروب الى الامام. شلون يعني ما يريد يكسر بنفسه وهله، وما يقول لها لا انا ما انجب او ما يروح يفحص، فرأسا هو يخلي 90% السبب على المرأة، فيدفعون هم واهله يدفعون على الزواج. الزوجة الثانية ضحية كالضحية الاولى، كالزوجة الاولى. ولهذا عندما واجه الواقع لابد العلاقة ان تتفكك، يعني هو الزواج على اساس الانجاب، زين من الزواج ماكو انجاب، اذا لابد يعني العلاقة الجديدة مصير التفكك لا محل، الا في حالة اذا كان هناك حب، او ان المرأة نفسها تصبر او تقول لك مو مهم انا يعني المهم فلان، او مهم او هو نفس الشيء. بس المشكلة هو ما متوقف عن هذه الحالة، لو متوقف على انه الانجاب قسم نصيب او رزق ماكو، ممكن هو يستمر مع الاولى، مو اللي صبرت معه افضل له، مو. ولهذا يواجه مشكلة كلش كبيرة مع الثانية، وربما تعصف فيهم هاي العلاقة، تعصف في لحظة من اللحظات. يعني إذا مستمرين فترة من الزمن تجي لحظة من اللحظات تلقينها شيء آخر. رجعت للبيت، البيت عيالي عادي حياته طبيعية، بس هم يعني شلون بيناتهم يضحكون يشاقون وياها، صارت صديقتهم، هي تغورني بأشياء وأنا أتحسب وباوعلهم أتحسب، لأنه شو اسوي؟ وين اطوج؟ وين اروح انا؟ ما ارجع لاهلي. قلت يلا بلكي الله يفرجها، يصير عنده اطفال وبعد هم يلتهون بالاطفال وانا بحياتي. عدت السنه وما صار عنده. هاي مو مثلي، انا يجوز اسكت حتى لو اتعارك وياه، لا اتعاركت وياه وجبرته بانه يروح. هو بعد مثل الحصر بعد ما يقدر، يعني بالاولى انا 10 سنوات وما راح ويا الدكتور. هاي يخاف امه لانه اهلها يعني يدرون انه هو زوج على مود اطفال. المهم راح وياها، ما ادري شلون قنعته، انا 10 سنوات ما قنعته، هي قنعته. هي من اخذته يعني قالوا له انه نسبه كلش بسيطه اذا يصير عندك اطفال، يعني لازم علاجات. التزم بعلاجات، بقى سنه كامله علاجات ما فاد وياه. قالوا لها انه حتى اطفال انابيب ما راح يصير عندك. أنا والله أدعي لهم شكوا بي، أقول بلكي الله يسرعتهم بلكي هاي. هو هاي الفترة كلها طبعاً هو يعاملني مثل يعني معاملة مو مثل قبل، والشغل هيك بزوجته شلون الأخت بالبيت، يعني هيك حتى من يحكي وياي. هو أنا مو مثل بداية الزواج، يعني تعرفين بعد 10 سنوات ما يصير مو ذاك التعلق، يعني عادي أنا ما اهتميت له. ما صار لهم حل، يعني ظلت الأيام تمشي وما صار لهم حل.
فأنا حسيت نفسي زايدة على وجودي بالبيت وبحياته وأنا بعد ثبت لي هاي الأيام كل هاي السنوات هو حتى مراجعته وياه أنه ما راح يصير عنده أطفال. فمدام بعدني أنه أقدر أتزوج مرة ثانية أشوف حياتي أنا ما تسرعت وهذا الموضوع ما حكيته بس أنا كنت أفكر به. رحت حكيت ويا أمي قلت لها أنا من حقي يصير عندي أطفال هذا صار ليش قد يراجع ويزوج ما صار عنده. وأنا كنت متأملة إذا الفرصة اللي هي تصير عندي أطفال بنفس الطريقة يجوز أنا همي نفس الشيء يصير عندي. بس هي ما صار عندها وهو المشكلة إحنا الأطباء ما يعطون نسبة إنه يسدون الباب وجهه لا يعطوا أمل ويظل يستمر وهاي سنوات تجي. فأنا حتى ما متعلقة بي خاصة بعد ما تزوج صار أخوة عبالك بيناتنا. فأنا رغبت إنه أطلق أنا من رغبتي فأمي أيدتني بس أهلي كانوا رافضين يعني إخواني وأبوي كانوا رافضين. قلت لهم أنا أتحمل المسؤولية وأنا موظفة أنا ما راح أعيقكم أنا ما أكون حمل عليكم وأنا أريد أشوف حياتي والله الله هداهم وحكيت يعني وحتى جبت لهم يعني التقارير وهاي خذت من يمها يعني هي يعني بعد ما صارت شلون يعني حست نفسها تورطت وهي هم صوتها يعني 10 سنوات ما صار عنده يعني وحتى لو أنا ما أدري شلون صدقت إنه السبب من يمي أكيد من يقولوا لا راح يصدق بس ما شافت تقارير ما شافت تحاليل. أي بس أقول إنه هذه المرأة الأولى صبرت بما فيه الكفاية وتأخرت بطلب الانفصال. ليش؟ لأن هو ما كان حريص عليها. هو لو كان حريص عليها يقول لها الحقيقة ويروح يفحص ويقول إحنا نعيش يعني كأحباب وكأزواج ويا معاشة وناس بدون إنجاب إلى أن ماتوا. أنا أعرف ناس لا متزوجين بقوا إلى أن شيبوا وماتوا هم لا عندهم أطفال ولا عندهم شيء يعني أكو خلاص أكو حب يعني موجود. فهي هو هي مخلصة هي المرأة مخلصة عشان من البداية تقول له أنفصل بس هي معتزة بي بس هو ما معتز بها هو يدور إنجاب بحكم ربما بضغوطات الأهل لأن تعرفين أنت يعني إذا كان شخصيته شوية يعني مو رصينة أو ما قادر على الرد أو مو قادر على التبرير أو خلينا نسميها ضعيفة يكون ضحية الآراء آراء الأم وراء الأب. الضغط ترى الضغط مو سهل الإقرباء وكذا وهذا فاضطر للزواج ثاني ربما هو مخلص بس ربما اضطر للزواج الثاني يعني تأثير ضغوط الأهل والأقرباء. رحت أنا وأمي المحامية محامية قالت إذا تريدين أنت الطلاق حتى ما تروح كل حقوقك لازم أنه نشوفه ونحكي وياه أنه بالاتفاق يصير الطلاق بيناتكم. والله حكيت وياه أنا رحت لهم وحكيت وياه هم انصدموا قالوا ما متوقعين ما محسبين حسابي شي يصير شيء بس أنا أصريت وقلت له تعال تفاهم ويا المحاميه. هو اصلا ذيك الفتره كان كلش ماديا مو هالقد لان تعرفي المراجعات وهاي فما عنده انه يطلق وينطي. حتى انا كان مؤخر ماتي مو وايه بس يعني اغراضي وذهبي وهاي كلها اخذها وهذا حتى لو هو قليل مؤخر بس هو ما كان عنده ما قبل وعارض وصارت مشاكل بيناتنا. فالمحاميه قالت خلي بعد نرفع قضيه وانت ضررتي لأنه أول شيء هو هجرج فترة يعني سوء عشرة صارت وهو همين ما يصير عنده أطفال يعني هذا السبب مقنع للمحكمة. أنا وافقتها ورحت وياها. طبعا هي مو رأسا هو بالبداية ودولة بلاغات ما أجى بعدين من أجى يعني حكموا إلي والحمد لله انتهى الموضوع بس تأخرت شوية لأن هو ما عنده وصح موظف ما أدري أخر الموضوع ظلوا يقصون مراتبه وهذا كلش تأذى بي. أنا الصراحة ما أريد تأذيته بس أنا لازم أشوف حريتي وأشوف حياتي. هاي السالفة صارت في كورونا يعني أنا زوجة سنوات يعني أنا تزوجت تقريبا من 2007 أي. فبعدين من صار الانفصال ب 2020 وراها تأخرت كان ماكو دوائر وهيك شيء على مود أخذ المؤخر أو النفقة ما أعرف أنا شنو أسميها بس هي أنا موكلة المحامية تمشي بالإجراءات بس هي تأخرت.
تأخرت لحد هاي بداية 2022. أنا استلمت وهاي يعني حالي أفضل، بس شون بعدها أنا ما جاءت تجيني فرص اللي أتمناها. صح أنا عمري مو مثل البنات الشابات مثلا يجيهم واحد مواصفات قابلة، يعني إذا هو واحد منفصل أرمل، بس ما أريد أتزوج لأن مريت بي ما أريد أكرره. بعد ما جتني مثل هاي المواصفات وأتمنى يعني يجيني الإنسان مناسب. أنا برأيي يعني هي اختيارها للزواج صحيح، وإذا الله كاتب لها يعني أطفال يصير عندها أطفال، ما كاتب لها أطفال ربما حسب الشخصية المقابلة حسب الزوج المقابل، إذا قبلها بهذه الطريقة تمشي الأمور طبيعية. هي عندها استعداد على الصبر، عندها استعداد على التخلي عن هاي من البداية، عندها استعداد. أكو نساء ما عندها استعداد، يقول لك أنا أريد إنجاب حتى موقفي يكون قوي حتى ارتباطي يكون قوي، بس هي ما طالما صبرت 10 سنوات بإخلاص أيضا ممكن تصبر 10 سنوات أو تصبر أقل، ما أدري عاد حسب هي حسب وعيها. والرجل ربما أما يصبر أو لا يصبر، بس على الأغلب يعني خلينا نتوقع على الأغلب راح يصير عندها إنجاب. هو لأني بصراحة قطعت علاقتي بهم، ما أعرف عليهم شيء، بس يعني شلون أسمع شيء، يعني أسمع شيء من الأخوات أو هاي مراتي خابرا وضعهم نفس الشيء، وهي هاي زوجته صايرة مشاكل بيناتهم، يعني شلون حست نفسها تورطت وأهلها يحشون عليهم يقولون أنتم ورطتونا. والله أسأل الله أنه يعني يصير عنده، لأنه هو هم خطية كل هاي السنوات وهو يحاول، إن شاء الله الله يرزقه ويرزقني بالعوض آني والله يعوضه إن شاء الله. والله أنا أقول شيء، يعني الزواج مقدس، يعني نسميه عقد مقدس. التفكير بالزواج ما يكون عملية كيفية أو رغبة يعني المراهقين أو رغبة كذا، ولا يكون مثل الأم تشوف واحدة حلوة أو الأب يعني يشوف واحدة ويقول لها أتزوجها. الزواج شراكة، فالعلاقات العاطفية مهمة، بس العلاقات العاطفية العلاقة يعني الحب بين الاثنين مهم جدا، لكن هاي لازم توضع في قالب سليم. يعني تحصل الخطوبة، والخطوبة ما تكون يطلعون الاثنين يتمشون أو يقعدون، لأن ما راح يقولون الحقيقة، يعني مو مسألة عيب يطلعون، لا يطلعون عادي يروحون، بس اثنينهم راح يكذبون على بعضهم، يعني ما راح يناقشون قضيتهم الأساسية. فأنا برأيي أنه العلاقة علاقة الأسرة الأولى مع الأسرة الثانية تكون علاقة حميمية، يكون زيارات متقابلة أو متبادلة تستمر لمدة سنة. هاي الزيارات تتحول إلى 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 سياق، يعني إلى أنا أعرف يبدأ الأب يعرف أم ذيك، ولا ناكم تعرف ناس طبائعهم إيش يأكلون إيش يشربون شنو تفكيرهم. فإذا حصل توافق بين العائلتين، لأن ناتج الابن وناتج البنت هو أم العائلة، فإذا صار توافق بين الاثنين وبين عائلتين وأصبح انسجام، أنا أقول الزواج بهذه الطريقة ينجح. أما إذا بقى يعني مرهون باثنين يعني مخاطرة، يعني ينجح الأغلبية ينجح، يعني إذا كان زواج حقيقي ينجح، بس أفضل شيء وهذا الشيء يعني عائلة تعرف على العائلة تعرف كل شيء عنها، فيكون تقبل بهذه القضية. أهلا بك أستاذ علي، ويانا اليوم راح نتكلم مواضيع مهمة جدا وخاصة عن الطلاق. موضوع حلقتنا راح نتكلم عن أسباب التفريق، ممكن تعريف للأسباب؟ أسباب التفريق هي عدة أسباب، من جانب الزوجة أو من جانب الزوج. نعم، يعني جناب شنو اللي ترتيب؟ وضح لنا بصورة عامة أسباب التفريق. أسباب التفريق أحيانا إذا من جانب الزوجة، الزوجة لها فد هامش يعني أكبر تقريبا من الزوج لطلب التفريق. شنو هذا الهامش الواسع؟ يعني من ضمنها مثلا عدم انفاق الزوج لمدة معينة اللي هي 60 يوم، من ضمنها مثلا معاناة الزوج من مرض العقم، سبب آخر معاناة الزوج من أمراض يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية، الخلافات المتكررة اللي يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية بيناتهم. يعني هي تتعدد الأسباب،
أسباب كثيرة. حسب اطلاعكم المستمر وعلى القضايا في المحاكم، منو أكثر الرجال أو النساء يرفعون قضايا التفريق؟ والله الأكثر طلباً للتفريق هي الزوجة عادة. شنو السبب؟ السبب لأنه تعرفين إحنا طبيعة مجتمعنا يعني تكون المرأة أحياناً أضعف من الرجل، وهي اللي من تتعرض لهيج مشاكل. يعني الزوج من يتعرض المشكلة وهي زوجته يحاول يحلها بطريقة ودية، يحاول يدخل أهله وأهلها، هي من توصل الطريق مسدود بما أنه هي الأضعف فتلجأ للقانون، بما أنه القانون هو يحميها ويحمي حقوقها وموفر لها. يعني القانون العراقي حسب نظرتنا إحنا كمحامين وفر يعني حقوق للزوجة أحياناً أكثر من الزوج. يعني من حقها مثلاً وهي على ذمة زوجها إذا يعني خرجت من البيت لسبب وجيه مثلاً الضرب، الاعتداء، السب، غيرها هواي أسباب، من حقها أنه هي على ذمة زوجها تطلب نفقة إلها، نفقة ماضية ومستمرة، نفقة للأطفال، طالب بأثاث الزوجية وهي على ذمته. أوكي. ممكن إذا كان الزواج على المذهب الجعفري تفتح إضبارة بالمهر المؤجل اللي هو احنا بمصطلحنا نسميه الغايب. والاغلب ياخذ الزواج على المذهب الجعفري حتى لو كان من المذاهب الاخرى، وهذا إيه ملاحظ مؤخرا بنسبه كبيره. يعني هي هسه حتى الفتيات المقبلات على الزواج صار عندهن معلوم انه من تتزوج وان كانت من المذهب الاخر تطلب انه تتزوج على المذهب الجعفري اعتقادا منها انه هذا المذهب هو اللي راح يحميها. هو الفرق بين المذهب الجعفري والحنفي مسألة واحدة. بالمذهب الحنفي تستحق المهر المؤجل اللي هو الغائب عند أقرب الأجلين، الطلاق أو الموت. بالمذهب الجعفري عند المطالبة أو الميسرة، وبالتالي وهي على ذمة زوجها ممكن أنه تقول له أنا الغائب ماتي أستحقه، أو تفتح به إضبارة تنفيذية. بس وجهة نظري الخاصة أنه الزوجة من وصلت المرحلة تقول للزوجها راح أفتح إضبارة تنفيذية بالمهر المؤجل، أو تروح مباشرة تفتح إضبارة، يعني خلاص يعني وصلت تقريبا الحياة بيناتهم الطريق مسدود تقريبا. الأغلب يتخلى عن الزوجة ويفكر بالطلاق بشكل نهائي. يعني أغلب الأزواج شفتها بهذه الحالات بالبرنامج، يعني الأغلب بس رفعت مجرد قضية أنه هاي خلاص أنه لازم يطلق. مو أنت تعرفين يعني الزوج أو الرجل عدة هاي التعنت نوباتي شوية أو التزمت، أو يعني رجولته ما تسمح لأنه هي دخلت للمحكمة وقامت عليه قضية، فيوصل مرحلة أنه شوية ما يتقبلها. نظرة مجتمع إلى أيضا هماتي متأثر بي. طيب إحنا وضحنا الهدف من السؤال إنه أسباب التفريق كثيرة، راح نتكلم عن أسباب التفريق اللي هو سبب يعني انجمعت في هذه الحالة. نعم. أولا هو العقب، والعقم بالقانون العراقي إذا كان من الزوج يختلف، وإذا كان من الزوجة أيضا يختلف. نعم. ممكن نعم. توضيح أكثر. الزوج إذا كان مصاب بالعقم من حق الزوجة طلب التفريق، لأنه بعد الحياة الزوجية المتكاملة لازم يكون زوج وزوجة وأطفال، فمن حقها تطلب التفريق حسب قانون الأحوال الشخصية العراقي. بينما نفس القانون منح الحق للزوج إذا قدر يوفر تقارير طبية تثبت أنه الزوجة غير قادرة على الإنجاب، القانون ما منح الحق أنه يتفرق عنها ويطلقها، منح الحق أنه يتزوج زوجة ثانية. وطبعا هذا الموضوع مرهون بتقارير طبية تثبت أنه هاي الزوجة يعني غير قادرة على الإنجاب، وكذلك أيضا مقدرتها المالية. مرهون أيضا بموافقة الزوجة الأولى؟ الموافقة هو يختلفوا عليها. الموافقة قالوا مجرد علم، بعدين قالوا لازم موافقة رسمية. لا أنت هسه جنابك حتى نكون واضحين، أنت جنابك سألتي قلتي إذا كانت الزوجة تعاني من العقم. نعم. تعاني من العقم بتقارير صادرة من جهات رسمية وصحيحة، ذاك الوقت ما يتطلب موافقتها. من حقه يتزوج زوجة ثانية. نعم. بدون موافقة قلت أو بدون علمها يعني؟ لا بدون موافقتها، مجرد يثبت أنه هي عاجزة عن الإنجاب يتزوج عليها زوجة ثانية بدون ما توافق. لأن قلت لك يعني هي الحياة الزوجية الطبيعية زوج وزوجة وأطفال. نعم. إذا هي غير قادرة على الإنجاب تبقى على ذمته، تستمر الحياة الزوجية بيناتهم، ولكن يتزوج زوجة ثانية والغاية تكون من هذا الزواج هي الإنجاب. تمام. الموضوع اليوم بهذه الحلقة في سببين للتفريق، هو العقم الزوج وأيضا الزواجة من أخرى وصارت مشاكل بيناتهم تعرف بسبب غيرة النساء وغيرها. نعم. كمحامي أنت اليوم تجيك حالة شلون تبدي بالإجراءات تثقيفا للمواطن أكيد؟ يعني
يعني جناب ايش تقصدين انه هو رغم العقم اللي عنده والزواج زواج ثاني؟ نعم. هي مبدئيا بما انه هو يعاني من العقم واكو تقارير طبيه تثبت هذا الموضوع، ابتداء هي من حقها تقيم دعوه تفريق. تفريق بسبب انه عقم الزوج. نعم. هذا السبب الاساسي اللي ننطلق من يمه. اما مساله انه الزوج زوجه ثانيه وهي ضررت من هذا الزواج، هذا مبحث اخر. بس هي المبحث الاساسي ولب الموضوع انه تقيم دعوه تفريق بسبب عدم يعني انجاب الزوج للاطفال وبسبب عقمه. هنا المشكله اللي صارت. نعم. انه الزوج مع الزوجه الاولى ما راح يعني فحص طبيا، انه نكر الموضوع واهله نكروا الموضوع لحد ما تزوج بثانيه، ومع الثانيه راح لمراجعات طبيه وطلع عنده هو السبب. هنا المراجعات من الزوجة الثانية، التقارير من الزوجة الثانية يعني صح انه تثبتها الاولى طبعا الأولى. تصلح نعم. تصلح سببا للحكم. نعم. نعم لان هي متعلقة بنفس الشخص، فمن حقها اذا عندها مثلا تواصل ويا الزوجة الثانية وتقدر تحصل هاي التقارير حتى لو نعم. نسخة من يمها نعم. تقيم بها الدعوة، واذا عجزت عن الحصول على هاي التقارير تطلب من المحكمة انه يخضع الزوج للفحص الطبي، وبالتالي المحكمة توجه الزوج اجبارا طبعا يروح يسوي فحص طبي على امكانيته بالانجاب من عدم، وان كان هو موافق عن الطلاق. نعم. فالاجراءات تختصر ام ايضا يحيلوه الى فحص وهكذا؟ لا، اذا موافق يعني خلص، يعني هذا مختصر مفيد. نعم. وممكن اذا اكو توافق بيناتهم انه ينطيها حقوقها، ممكن حتى خارج المحكمه اذا نعم. اكو توافق بيناتهم، وهو اللجوء للمحكمه بيا حاله يصير حالة انه الطرفين ما متوافقين، يعني هي طلبت الطلاق وهو ما موافق. نعم. وهي ما عندها التقارير الطبية اللي تثبت انه الزوج عقيم. بهاي الحالة احنا جاي نروح لأسوأ السيناريوهات. بهاي الحالة تقيم عليه الدعوة واثبات مسألة عقم الزوج من عدمه راح يكون عن طريق المحكمة. المحكمة هي اللي توجهه يروح للدوائر الصحية المعنية ويسوي له فحص. يجي الفحص الطبي من جهة رسمية، فحص مختوم. يثبت ان هذا الزوج عاجز عن الانجاب، وبالتالي المحكمه مباشره تفرق بيناتهم. طيب. وتستحصل كل حقوقها طبعا. اكيد. الحقوق، خلينا نتكلم عن الحقوق واجراءات. نعم. النفقه، المؤخر، وهذه اللي تتم دائما في عرقله، وخلينا نعرف موضوع دائره التنفيذ وتاخرها، وهي الامور اللي هي صارت شبه روتينيه. اغلب الحالات اللي اخذها بالحلقه يقولون احنا تتاخر يا اما 6 أشهر يا اما سنه، بعدها يا اما ماستر استلم عليه، يا اما ايضا اجراءات ايضا تتاخر. شنو السبب استاذ برايك؟ هو عاده التاخير، يعني انا صارت عندي حاله شخصيا قبل فتره بسيطه، فتحت اضباره تنفيذيه على قرار نفقه. بالمناسبه قرارات النفقه مشموله بالنفاذ المعجل، يعني من يوم صدور قرار النفقه مباشره ما تنتظر الزوجه انه يعبر عليها المده التمييزيه اللي هي شهر، تاخذ مباشره دائره التنفيذ تفتح به اضباره تنفيذيه، يخاطبون الجهه اللي يداوم بها الزوج اذا كان موظف، اذا ما كان موظف بعد هذا اجراء ثاني، اذا مو موظف يصير عليه مثلا تبليغ، واذا ما اجى يصير عليه احضار جبري. اي اي ممكن يتم تقدر يختلف يعني النفقه. هاي اثناء الدعوه. هسه تجي تسالين على مرحله التنفيذ. نعم. اثناء الدعوه هاي مساله تقدير النفقه، اذا كان موظف يجي يسمونه شريط الراتب، يجي كتاب من الدائره اللي داوم بها انه راتبه كذا ويتم استقطاع كذا، تحال الدعوه الخبراء بالمحكمه، زملائنا المحامين هم خبراء بالدعاوى النفقه، فهم يقدرون. طبعا هاي التقدير مالتها مو بس على الراتب، على الراتب، على الحاله أمور الاجتماعيه أخرى. بالضبط. نعم. اذا مثلا يملك سياره، اذا يملك بيت، اذا عنده زواج او بيت ثاني فاتحه، هاي كل عنده ايجار، مثلا ايجار محل، ايجار بيت، هاي كلها ضمن الادعاءات يعني حتى نطلع من النتيجه. هاي تختلف. لا، اذا نعم. كان موظف، اذا اي يتم نعم. الاستقطاع وتقييم المبلغ المستقطع. نعم. يتم تقييمه حسب الراتب، نسب مئويه يعرفونها حسب زملائنا. الحاله او هو ظروفه. هنا اكو امور ملحقه بالتقييم اللي هي شنو؟ المنطقه مثلا، اكو مناطق شعبيه، اكو مناطق مثلا راقيه، هنا تختلف. يعني هي الـ 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 العيشة اللي عايشتها. ما هو هسه انتم يسمونه لايف ستايل احيانا. اسمح لي، الايجار بمنطقة راقية او شعبية نفس الايجار مثلا؟ شلون يعني نفس الايجار؟ نفس الايجار، نفس القيمة حاليا. معظم المناطق مثلا الشقق اذا كانت غرفتين وصالة مثلا 400 و50 بهذا المكان،
مكان راقي أيضا نفس السعر حاليا صارت بمستوى واحد، يعني ما أقصد الشعبية اللي هي مناطق جدا شعبية، مستوى معين يعني إذا تقارن بمنطقة أخرى نفس المستوى ترى الإيجارات صارت يعني للعلم. طيب هذه كلها يعني إحنا لازم مثلا يجيب إثبات بأنه إيجارة هالقد أو هيك شيء، يعني هم تني راد لها إجراءات هو كشخص يعني حتى يثبت أنه هو دا يصرف. جنابي شيء مسألة النفقة ايه؟ مسألة النفقة قلت لك يتم تقديرها من قبل الخبير. نعم الخبير يقدر حسب الراتب. إضافة إلها ملحقات إلها بس هي ملاحظة اللب الأساسي إنه يقيمها حسب الراتب. ملاحظة أيضا ممكن إنه يثبت هذه الأمور، مو أنت تقول التقييم حسب المنطقة حسب هذه الأمور، لكن مع الوقت تتغير. لا لا يقدر إنه يثبت هذا التقييم ايه؟ اللي قلت لك عليه هو التقييم الأساسي حسب الراتب. نعم يلحق بها إنه الحياة اللي عايشينها صرفياتهم وضعهم ما نعم. يخليها الخبير ما راح يكتبها او يقيدها بس يخليها بعين الاعتبار. صحيح. يعني انا عندي احد الموكلين هي مثلا مهندسه وزاره معينه وزوجها ايضا، يعني حياتهم صرفهم وضعهم يختلف. صحيح. هو راتب ايضا راتب مرتفع فصار التقييم على اساس الراتب وضافوا لها اضافات بسيطه انه حياتهم تكون مو مثل الناس الطبقه الاجتماعيه الاقل اللي صرفياتهم تكون اقل. فهي التقييم يكون تقييم شمولي. نعم. بس الفكرة الأساسية قيمة الراتب مالته. أما إذا كان مو موظف تقييم شو راح يصير؟ راح يطلعون كشف مثلا عنده محل، يطلعون كشف على المحلات اللي قريبة عليه، ما يروحون عليه مباشرة. وإذا راحوا عليه ما يقولوا له إحنا موظفين وجاي نكشف، لا يروحوا له بشكل كأنما شلون المتخفي. نعم. يردون يشترون من يمه أو شيء، يصير نقاش بس بصورة غير مباشرة. يعرفون الموارد الماديه مالته شهريا ايش قد، على اساس موارده الشهريه نفس فكره الراتب راح يتم الاستقطاب. نعم. هنا أنا الزوجه اذا كان زوجها مو موظف عنده فرضا محل مال موبايلات، هي مكلفه باحضار البينه الشخصيه، شهود اثنين يجون يشهدون انه الزوج وارداته الشهريه مثلا 3 ملايين او مليونين فرضا. هنا أنا المنفذ العادل ما راح يعتمد بس على الشهود، راح يطلع كشف. طلعوا الموظفين يكشفون على المحلات الدائر ميدوره ويروحون للمحل مالته بس بصوره متخفيه مثل ما قلت لك، من خلالها يطابقون اللي شافوه على ارض الواقع مع كلام الشهود. راح يطلع عندهم هو هذا ايش قد وارداته الشهريه، على اساس وارداته الشهريه يكون الاستقطاع. طيب هو مجبر يجي يسدد بالاضبار التنفيذيه، اذا ما سدد يوجهوا له انذار، ما اجى على اساس الانذار والتبليغ راح يصير عليه احضار جبري. الاحضار الجبري ترى يصير القاء قبض طيب يودع باحد مراكز الشرطه. ان كانت الحاله يعني متفقين بيناتهم على مقدار او قيمه النفقه، هنا ماكو اي سؤال بانهم متفقين على هذا المبلغ؟ لا متفقين حتى ما تنحال الخبير. احيانا الخبير يجوز يقيم مثلا نفقه الاطفال طفل، اكو احد الحالات ايضا يعني اجتني المحكمة قيمت انه هذا الطفل نفقته 200,000، ابوه قال لا، قال انا ابني مستلزماته وما ادري شنو غير شيء، فقام من يوم ما يعطي 500,000، المحكمة قيمت 200، هو من يوم ما زايد عليها 300,000. نعم لان يريد ابنه يعيش بمستوى معين بالضبط، فهذا يعني ما اعتمد على تقييم المحكمة. طيب هو تقييم الذاتي. خلينا نجي هسه على دائرة التنفيذ ونعرف شنو اسباب التأخير، يعني دائما اما بالاستلام او بعد الاستلام في اشهر يتاخر وتستلم، بالتالي هي تستلم يعني الحاله حسب بس دوائر التنفيذ يعني. نعم. رفعوا العبء عن نفسهم وصار التسديد عن طريق الماستر كارد. هاي مساله الماستر كارد هي اللي جاي يصير بها التاخير، يعني تقدرين تسمينه فالتاخير روتيني، يعني هو ما متعمد من شخص معين. طبعا تعرفين انت دولتنا هاي بسبب الروتين تتاخر احيانا، يعني يتاخر الايداع بالماستر كارد لحد ما هي تروح تستلم، هي بمجرد اجراءات. وخلينا نتكلم عن موضوع انه هي ما يروح عليها شهر يجيها، لا يتراكم. نعم. وحتى حتى اذا ما استلمته مستحيل يروح عليها، يتراكم هو التالي. استاذه هي انفصلت عن الزوج وان شاء الله تستلم النفقه، يعني قد راح تستمر النفقه عندها؟ كم شهر بعد الطلاق؟ 3 شهور. نعم نفقه العده يسمى. نعم بالنسبه للمؤخر؟ بالنسبه للمؤخر، المؤخر هو دين بذمه الزوج. نعم مهما يكون المبلغ مالته
يقدر يسدد اذا هو يريد يعني يصير توافق بيناتهم يسدد صفقه واحده، اما اذا ما قبل يسدد يتم الاستقطاع من راتبه 20%. اذا كان موظف؟ اذا كان موظف 20% من راتبه. واذا كان كاسب يعني؟ اذا كان كاسب مثل ما قلت جنابك قبل شويه من حكينا بموضوع موضوع انه اذا فرضا عنده محل يقيمون وارداته الشهريه، وعلى اساس وارداته الشهريه يتم الاستقطاع والايداع بالاضباره التنفيذيه. الاضباره التنفيذيه مساله النفقه وحد عن المهر المؤجل اللي هو الغايب. نعم. يعني هاي مستقله عنه. ويستمر الايداع لحين يعني يكتب المبلغ؟ لحد ما يخلص المبلغ. وتستلمه دفعه واحده؟ لا يستمر، لا تستلمه بشكل شهري. كل شهر. تستلمه بشكل شهري. نعم. ان ما تجاوب الزوج وما دفع وهاي 20% ما حصلتها، شنو الاجراءات اللي تسويها الزوجه؟ اذا كان موظف ليس بمقدوره عدم الدفع، لان هذا يصير اذا كان كاسب مساله استقطاع من راتبه. نعم. واذا كان كاسب؟ اذا كان كاسب انا ايضا جاوبتك عليها قبل شويه انه حسب قانون التنفيذ ماده 22 اذا وجهوا له تباليغ انه تعال سدد ما استجاب لهاي التباليغ، ذاك الوقت تقدر الزوجه، هاي طبعا هاي للزوجه طبعا راح تستثمرها، تقدر الزوجه تسوي عليه احضار جبري. الاحضار الجبري يصير عليه القاء قبض. نعم. ويتم ايداعه باحد مراكز الشرطه. نعم. لحين ما يجيب كفيل ضامن بالتسديد. يجي شخص يضمنه يقول اني اكفله بالتسديد او انا اسدد مكانه، يلا يتم اطلاق سراحه. المساحة الأخيرة دائما للضيف أخليها بإضافات معينة، تحب تضيف شيء أستاذ علي؟ والله الإضافات اللي أريد أضيفها يعني أنا واجهتني بشكل شخصي، يعني أحد الأصدقاء صديق مقرب إلي وعشيرته وياه يعني قد 20 سنة، أكثر من 20 سنة، فوصل الفت حد فاصل ويا زوجته أنه صارت بيناتهم أنه هي قامت دعوة هو قام دعوة بصراحة، لأنه هذا الشخص عز علي، وانا هاي رساله اوجهها لكل الـ يعني الشباب المتزوجين، لانه تدرين الزوج والزوجه احيانا من يعبر بيناتهم 10 15 20 سنه يعني مساله الطلاق بيناتهم تصير صعبه وشبه مستحيله، بس نحكي على الشباب الصغار اللي بعدهم يعني بدايتهم. حاول قدر الامكان تحل مشكلتك بعيد عن اسوار المحكمه. يعني الزوج والزوجه من دخلوا للمحكمه الزوجه عرفت الدعاوى وشلون تقيمها، والزوج ايضا راح يستخدمون الدعاوى ويستخدمون القانون كسلاح واحد ضد الثاني، فيحاولون يعني انا برايي يحاولون قدر الامكان انه المشكله لا يخلونها توصل للمحكمه، يعني اصلاح ذات البين قدر الامكان. ومرات المحامي يدخل كمصلح يعني ممكن يوصل للنتيجة. انا شخصيا باكثر الحالات يعني دخلت كمصلح. ما هو صديقك بعد انه انت واجبك؟ نعم. يعني لا والله مو بس صديقي، يعني احيانا اشخاص هم ما تربط بهم فد علاقه شخصيه، بس اشوف انه حرام هاي العلاقه، ويعني بين قوسين احنا نقول حرام هذا البيت ينهج صراحه، بس احيانا من يكون الزوج ظالم او تكون الزوجه ظالمه ذاك الوقت هاي الاجراءات اللي كفلها القانون تكون واجبه التنفيذ، يعني بالعرب يقولون اخر الدواء الكي، فهو هذا الدواء الاخير اللي احنا نستعمله، يعني ابغض الحلال عند الله الطلاق، بس يبقى هو حلال مو حرام، فهذا صح اخر الحلول، بس ببعض الحالات هذا الحل يكون حل منطقي وحل صحيح. شكرا لك استاذ علي. عفوا استاذ.